بالاكاديمي طول ما هو بيحكي دور يطلع بالمراية بيطلع حاله. قول. بقعدش غير قدام المراية. والله العظيم لاحظت من شهر وجاي. بدي اقول لكم يعني انتوا سيروا لاحظوا سيروا انتبهوا. لسه موجود بيننا هون. شين يا انا ما بدي اقول يا ما بدي اقول لا حتى لو حتى لو عديتهم كلهم انا. شين يا خصوصي بتاع هذا قدام المراية. شو اسمك انت تطلع مرايه؟ تعمل لك انا اقول لك امتى بقول لكم لما والله ما بتلاحظش انت بس تغير وجهها تظهر روحها تحب تبوزي تعمل لك تظهر روحها بوزك تعمل لك صح شهناس اسمع تعطيك بوز على المرايه هلا بسيج هلا بسيج ليه تعمل بوز هكا وبعد بتعمل مرايه ترجع لك العاده انا بقول شفت كيف ترجع كلام انا بقول يا مولانا هيك كل شهناس عامله شوفي ما عادي عادي تطلع على المراية بتخاف تعمل ايه اللي انتوا بتقولوه ده انت وهو بعدين تقعد هيك في راسه بنعطيها بوز ترجع تطلع عليك بتضل على البوز بعدين بتنسى في ناس كده كتير ترجع هيك تطلع على المراية بتخاف ترجع هلا بس تيجي بدي اجننها انا خالتي كده كده بالظبط والله عظيم هيك شهناز لاحظت عليها من شهر وجاي تقعدش غير دمرة طب لاحظ عليها اذا بتقعد على جهتك هو في حد ما يحبش يشوف نفسه في المرايه يعني عادي بقول لك 24 ساعه تقعد هلا يا بتقعد هون هي قدام المرايه ودي فيها ايه يعني فيها ايه محلية. كلنا بنقعد قدام المرايه طلع عشان هذا اهلا وسهلا تعالي شهناز تعالي انا دوري وين في مرايه ايه اهلا وسهلا هبل ده مهبول مهبول شهناز كنت بقولهم انت بلاحظك تقعديش غير قدام المراية تحبي تطلع حالك كنت بتحكي وايه المشكلة قدام ايه قدام ايه المراية انا ده انا عمري ما عملتها في حياتي يلا طلع فيا انت ما بتطلعي انت حالك بالمرايه يلا بتطلع حالك بالمرايه يلا اول حاجه ب 100 وش وثاني حاجه بتطلع على نفسي قدام المرايه هلا انت اول شيء ب 100 وش مش 100 وش انت 200 وش يا محمد بقول لك ايه يا محمد الله يخليك انا صاحيه من النوم وقرفانه ومش ناقصه اقرف عليك يعني مش ناقصه اقرف عليك يا شهناز شهناز خيط لسانك خيط لسانك بسقف حلقك مش عايز اسمع صوت لبلعك اياه خذ رزق حرام عليك شهناز اختنا والله حرام خلص حرام شهناز قلة الادب دي ده شهناز حبيبتي شهناز اختنا وخيتنا حبيبتي اختنا شهناز طبعا ما بدي شو لا نزعلها ولا حدا يزعل ولا دخل بعدين كمان نعم شهناز انا عرفان وتخلينيش اطلع عرف يلا عليك هلا على اليوم نعم جيب حدانا كيف قوي جاي والله العظيم مهبول بالعكس شهناز شو رايك بهاي ما دقتهاش دقتي الزرقاء تخلف دقتي الزرقاء يلا سلمي على خاله شهناز يلا حبيبتي بسرعة يلا شاطرة سلمي على خاله يلا يا خاله ورا التلفزيون هناك هناك ورا التيفي حبيبتي عم قاعد بظبط الأسلاك طيب ليه بجعلك بوجهك قبل ما تطلع فيه في ايه في ايه ما في غدا اجا شهناز اجا شهناز ازي بنتي شهناز شهناز انا لا هي بس قلت لها ايه خذها بحكي لها حكيت التليفون تحكي لي صفرة انت عملتني ترى ليه بتجعلك بوجهك هيك بتطلع في سؤال بس انا سؤال حكيت التليفون عملتني طب قوم شوف عملها برا خون ليه؟ قوم قول لها انك بتهزر مش طالبة يا ابي يا سعودية يا سيدي حد يحبني اطلع برا وسيبني في حالي الله ولك يلا قومي خلينا ناكل مش عايز اكل سيبني في حالي يا محمد من فضلك شهناز والله حبيبتي بمزح معك حكي سالتك حكيت التليفون بس يا حبيبه قلبي يا شهناز ما حكيتش يا سيدي في التليفون طب يا حبيبتي اطلع برا وسيبني يلا قومي تعالي بليز تيجي تقومي يلا مش عايز بليز عشان يطلع فيي خلاص قومي يا شهناز قومي محمد من فضلك لو سمحت سيبني في حالي شهناز يلا قومي شهناز قومي ايه يا شهناز يا حبيبي ولك
خدي 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 حبيبة قلبي يا شاهناز. شكرا. من فضلك لو سمحت سيبني في حالي لو سمحت. بليز انك تقومي. سيبني في حالي لو سمحت. شاهناز بيهون عليكي؟ بيهون عليكي؟ بيهون علي. العشرة العشرة. يلا قومي شاهناز حبيبتي قومي. يا محمد يا محمد سيبني في حالي لو سمحت. شاهناز بتعرفي قديش انا بحبكم كلكم. بحبك اكثر. بتعرفي؟ طيب يا سيدي كتر خير. لا نقعد يا شاهناز زر صغار قومي خلصي. محمد من فضلك اطلع اقعد معهم برا. انت صاحي اصلا انت بتضايق صاحي متاكده محمد لو سمحت. صوتي محوح بشرفك خلص. لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت. يلا يلا قومي. لو سمحت يلا اطلع اقعد معهم برا. انا عايز اقعد لوحدي. اذا ما بتيجي انا مش طالع من هون. انت حر. انا مش رايحه. قومي شاهناز. انا مش رايحه ومش هتحرك من مكاني يا محمد لو سمحت. شاهناز يا شاهناز خلصيني عاد. يلا شاهناز بتدلعي. خلصيني. حد جه ناحيتك؟ انا يا سيدي ما بتدلعش ومش عايزه حد يجي يكلمني ومش عايزه حد يجي يصالحني. اتفضل اقعد معاهم بره. شاهناز يلا تعالي تعالي نروح ناكل كمل كلنا. مش هاكل. يلا يلا اعطيني ايدك. مش هاكل يا محمد سيبني وريحني. شهناز. يلا شاهناز اشربي صحتك. مش هاكل يا محمد ريح نفسك. مش هاكل. يلا حبيبتي يلا. مش عايزه اكل. مش عايزه. انا قلبي كان حاسس ان انت بتحبيني. بتحبيني يا هدى. يلا يلا اعطيني ايدك. يلا شاهناز قومي. يلا شطوره قومي. محمد محمد روح يا محمد. انا عايز اقعد لوحدي. عايز اقعد لوحدي. بنقعد كل ما بعض. مش عايزه يعني. انا عايز اقعد لوحدي اتمرن اغاني. كلنا اثنين بالاكاديميه. يلا قومي. عايزه اتمرن الاغاني بتاعتي. قومي كلي حضرتك بعدين تيجي تتمرن الاغاني. عشان خاطري. مش عشان خاطري انت. اللي عشان خاطري. لا انا كويسه مفيش حاجه. امسك هدول قومي. هتمرن على الاغاني. شاهناز والله انا اكرم عليها. انا مش عايزه حد يتحل علي. انا مش عايزه حد يتحل علي. انا اتمرن على اغاني وخلاص. انه حد يقوم ناكله بتضايق. انا بتضايق. ماشي قومي كل قاعده مسخر. يلا مش عايزه اكل. انا خلاص شبعت كلت. لازم سمت البدن. شبعت انا كلت خلاص. قومي كلي. يلا شاهناز كلت كلت كلت. يلا بليز قومي خلصيني. هات ايدك. يلا بدك اكثر من هيك تنحى انت. تنحى انت. مش تنحى. الله قلت لك يا محمد سيبني لحد ما اروح. انا هطلع اقعد معاك لوحدي. يلا طب يلا قد ايه بدك وقت؟ شويه. يعني قد ايه؟ شويه. بعد قد ايه اذا ما جيتي شو اعمل انا؟ نص ساعه. نص ساعه بكون متحمم ونايم وبحلم. ميما الصغير.